مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم مريم الدباغ تعتذر اعتذار رسمي من عربية حمادي، معناها عندها مدة، عندها حكاية 10 أيام 15 يوم، لكن اليوم نكتشفوا أنه مريم الدباغ جايبتها رجلة على الانستغرام وقالت أنا عمري ما نعتذر من أي إنسان، وأنا اسمي مريم الدباغ، وأنا بالدليل باش نوريكم اللي عربية هبطت ببليكاسيون على الفيسبوك متاحة، وأنه مريم الدباغ تقدمت باعتذار رسمي العربية حمادي باش نكذبوا مريم الدباغ، وباقي تكذب على الفانيت متاحة وجايبتها هي رجلة وما تطيح خشمها حتى الحد، لكن طلبت السماح من عربية حمادي وبالدليل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى الأستاذ الطيب بالصادق. توجهت الرسالة ذي الطيب بالصادق وزوجته عربية حمادي أنهم ثم اعتذار في الرسالة هذه من مريم الدباغ كما تشوفوا معنا تحت الستار الأحمر بالضبط. وزاد القناة معنا قناة التاسعة برنامج عبدالي شوطاي متخطى بقيمة 10 ملايين خاطر ذكر اسم عربية حمادي وقالوا فيها كلام خايب بدون إذن منها، معنا لذلك تقدمت عربية بالشكاية وجاهم الرد أنه اعتذار رسمي من مريم الدباغ اللي هي كذبت. قالت أنا طلبت السماح ماك الجهلة اللي تحكي علي واللي تعمل في الفارينة في وجهها، وضحكت قالت ها كما شفت اليوم بالدليل أنه مريم الدباغ تكذب على الفانت متاحة، لكن هي تقدمت باعتذار رسمي للهيكا، والهيكا بعثت الجواب ذي العربية حمادي معناها اللي هم جابوا لها اعتذار رسمي من مريم الدباغ واختية مالية القناة عبدالي قناة معناها التاسعة برنامج عبدالي شو تايم خاطر ذكروا اسمها بدون موافقة. وهكا نكونوا كشفنا حقيقة مريم الدباغ والمراوغات اللي تعمل فيها، وهكا نكونوا وصلنا إلى نهاية الموضوع.